ده اللي شغال معانا. اه ده اللي اتعمل. اه نتصور بقى الزيت ده وبعد كده افصل لو مش طالع. بس انا مظلم خلاص هو شويه بقى افتح على النار. مش كده صور وقت اللي عملت محمود
بس انت ستين عدى شوية فاهمني مش حاجة بس سيبها لعمك اللي معاه بتلاقي سنان احسن من اللي معاه ابراهيم حسن رفعت مش عارف يا اصلا محدش عارف ممكن مش هساعدك في العجنة دي ماشي؟ ده قارب رقطك انا مش قارب يعني هفضل انا اللي اصور يعني مش قول ما بقول لك هحاول اظبطها طب خلاص بقى بس ده راجل مشهور خلي بالك يا عم ما تستهبلش كفايه كده لا مش هيكون القناه ده يكون الفيديو خالص والله العظيم انا اللي همسح الفيديو كان زمان الحامل واقف من اول وقت والفضل شغال لوحده واحنا شغالين يعني ما هو كله كده شو انت بتعمل بلاك ازاي ده انت حامل متخلف في برمود السيدات لها غالي جدا وانت لسه ب...
ايه عايز اجن زيادة؟ الله ينور حالي. تمام، بس كفاية بقى ما تفصصهاش بقى كفاية خربشة ورقية ولا لسه. حاول تشيل حتة صغيرة من القدم اللي اتنضفت دي ولا ما تشيلش؟ ماشي، شيل مكانها خلاص.
لك ارجع خالص لو فضلت في مكانك. بس نعمل الربط الاول قبل ما تسند سنده جامده يعني. ليه خلاص؟
خلص كل اللي تعب.
بس انت اشتغل وحط العجينة جوه كده انت بتركبها. ها؟ انت هتجمع الفيديوهات على بعضها. اللقطة الأخيرة اللي قبلها اللي هي بتاعت المكتب وهي كده كبيرة. اللقطة البداية هتبقى هي الأخيرة خالص. أيوة ما هي كانت في الآخر كنت بصور المكتب كله. Thank you.
خلاص 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 يا فدر ماشي خلاص. ما تهجن أقرب قولي أقرب. باكل بتاعته ابتديت المهم حطيت الجبس